السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بيان. واليوم السوجي تاعنا هو العيد الكبير في الجزائر. بون خوتي، اول حاجه لازم نهضروا عليها هي السومه تاع الكباش. يا محينك مع هادشي تشوف السومه تاع الكباش دخلك السبيطه نورمال. السلام عليكم خويك، شحال شحال بون كيما هكا دار واحد 10 اذا كاش واحد شاف ثاني الكباش غاليين ومازال ما شافش الكبش تاعو ما تخافش، وإذا سيد شلي كاش كبش تحت ملايين ملايين غير ما كان لها تشري باسكو ما راح يدير لك والو. خويا ما كانش كبش تحت ملايين راه خويا، واقيلا إذا عندك الزهر واقيلا كان كبش تحت 5 ملايين. شنو وصلت شوية بزاف؟ شوف شوف الداخل أو الداخل منك سيريو. حاجة الدوسيا اللي لازم تعرفها ثاني هي إذا لقيت باباك مطلق ومازال ما جابش الكبش تاعي غير ما كان لها تقصير، سوق قادر تخلص عليك مارة. السلام عليكم. صعبة على بس. وش صعبة؟ عاون بابا على بالك. وين تقصيك برك اسكو شريت الكبش هذاك ولا مازال؟ شري الكبش هذاك. أنا وعلينا شري الكبش ونادي بخدمة أنا وخدمة. أنت شنو ندرك لهم في الجامعة دركا معاك تخرجوا طب وبعد تخرج بيرة وبعد هذا ما عرفش راح يخرج. انت قاعد انا خدمه قرايه ما كاين والو، خدمه خدم بومبي تسخر بيها بومبي. وراك الجوال كي تشوف الباك بدو ما تلقى شي عباد ثاني قبل نهار العيد يروح للكبش ديالهم ويبدا يقول له بوتو تربح سيكولوجا. وتوقع هذوك العباد القانونيين، تلقى خارج لك تبيش تاع 4 ملايين 3 ويبدا يزوق قدام كبير. ودرك اخوتي نروحوا للجماعة تاع السر. بون خوتي جماعة تاع السبيب بلا ما نحكيو عليهم عايشين غير بالتصاور. نوض الصباح يدير سبيب، سبيب شو يدير سبيب، يا ابني يدير سبيب، يدير سبيب، يدير سبيب. كنا في جماعة السبيب نهار العيد. هذا وين تفكرت؟ قال ثاني في العيد الكبير يبدا يتصور مع الكبش كي بهلول تقول جامي شاف كبش في حياته. ثاني تلقى البنادم هذاك بهلول بزاف قادر يخرج الكبش بوكوس عليه في لابور. سقط عليهم. بون كي يجوز نهار وتخلص الذبيحة حتى تولي دير في بالك بلي فريجيدار تلقى حفلة. لا هي في الحق تلقى حفلة. كبش تاع 5 ملايين ويومين ورا العيد خلاص عليك مقرون بالطريق. مقرون مولد وديان مقرون بالطريق. خمس ملايين. بون سي بون خوتي وصلنا لافين تاع الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. بيعجبكم ما تنساش دير جيم ودير كومنتار تحت. وهذه الفيديو راني دايرها سبيسيال لمسابقة اليوتيوبرز اللي دايرها موقع بودكاست آرابيا. وصحة عليكم خوتي وكل عام وانتم بالصحة والهنا، وانا نقولكم بير سلام.